امبارح كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عمل مؤتمر كنا تحدثنا فيه خلال الفترة السابقة، وقلت لحضراتكم على الجميع إن هو يجهز شنطته، لأنه من خلال هذا المؤتمر كابتن محمود هيشرح حاجات كتيرة جدا. من خلال هذا المؤتمر هيظهر لكل جمهور النادي الأهلي ولكل الجمهور العربي والإفريقي هو إيه اللي بيعمله الاتحاد الإفريقي مع أو إيه اللي عمله الاتحاد الإفريقي مع النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، وإيه اللي بيعمله الاتحاد المصري مع النادي الأهلي ممثل مصر في هذه البطولة. تم عرض كل التفاصيل. حقيقة بعد نهاية المؤتمر الصحفي حاول البعض من لا يشجع النادي الأهلي، حاول البعض من لا يشجع النادي الأهلي ان هو يعمل ايه؟ ايه المؤتمر اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه المؤتمر اللي ملوش لازمة اللي طالع الكابتن خطيب؟ والله اتقال كده، اتقال كده من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. ولكن سبحان الله يأتي الرد وفورا، يأتي الرد وفورا من خلال مكالمة تليفونية. أستاذ أحمد موسى امبارح استضاف الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والناحية التانية كان معاه الأستاذ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي كانت تدير الاتحاد في وقت من الأوقات. اللي هيسمع هذه المكالمة على صدى البلد طبعا في برنامج الأستاذ أحمد موسى على مسؤوليتي، هذا الحوار اللي حصل امبارح، وبين لكل جمهور مصر، بين لكل جمهور مصر ان هذا الرجل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يتكلم يجب ان ينصت الجميع لهذا الرجل. اهو هات لي الصورة هنا سمير لو سمحت. عندما يتكلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يجب أن ينصت الجميع للي بيقوله، لأنه هو هذا الرجل رئيس هذه المؤسسة الكبيرة جدا اللي بيشجعها 70-80 مليون أهلاوي. هو غرضه إيه؟ إيه غرضه من اللي بيقوله والحقيقة الكاشفة اللي بيكشف بيها كل الناس أو بيقول فيها كل شيء على لسان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب؟ هو غرضه إيه؟ إيه يعني لما حد يقعد يفكر كده، هو كابتن محمود غرضه إيه؟ غرضه الوحيد فقط هو إصلاح منظومة كرة القدم من الفساد اللي إحنا شايفينه سواء إفريقيا أو محليا. وأنا النهاردة هتكلم على المكشوف في كل ما تخيل حضرتك إن عندنا رئيس اتحاد قال لك إن في فساد ب 600 مليون جنيه كان قبل كده. ب 600 مليون، قال لك أنا جيت لقيت غرامة أو جيت لقيت ديون على اتحاد كرة القدم 600 مليون جنيه. والله العظيم قال كده، ومعاه أستاذ أحمد مجاهد الناحية التانية رد عليه قال له يعني إيه، ما هو الديون موجودة وبتفضل موجودة وكلام من هذا القبيل.